السلام عليكم أصدقائي المتابعين، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير يا رب. اليوم راح نحكي نفس الحكي اللي حكيناه بالفيديو السابق، بس ولكن على الخريطة، وإن شاء الله بكملكم القصة. نحن قطعنا من هاي الضيعة، شايفينه؟ ما بعرف شو اسمه باليوناني، أميرو، ما بعرف شو، شايفينه؟ شايفين. بالنسبة للضيعة التركية، هاي الضيعة التركية اللي دخلنا لها، دخلنا هيك هيك هيك، وصلنا لهذا المكان، شايفينه؟ هذا المكان اللي قطعنا منه النهر، شايفينه؟ طبعا هاي النقطة نقطة عسكرية تركية، حرس حدود تركي كان بيبعد عننا. نحن هون تقريبا 220 متر، شايفينه؟ شايفينه؟ اللي عم يتساءل انه حرس الحدود التركي حكى معنا، شافنا، شو صار معنا، فتشنا ما فتشنا، شو صار معنا؟ يا جماعة، نحن مثل ما حكيت لكم، يعني نزلنا من هون عند النهر ومشينا مباشرة، يعني يا دوب بركنا بهذا المكان يمكن ربع ساعة، تمام؟ يعني ما قعدنا ابدا ولا ساعة، تمام؟ بقى حرس الحدود التركي ما شفنا ولا شافنا ولا فتشنا حدا ولا حكينا مع حدا ابدا، تمام؟ طلعنا من هاي النقطة واتجهنا على الطرف الثاني اليوناني، بس ولكن نحن كان بدنا نروح لهاي النقطة، ممكن يعني لهاي النقطة، فطلعنا لبعدها شغلة 20 أو 30 متر. مثل ما حكيت لكم انه راح البلم على طرف اليسار، صار ياخد التيار النهر، تمام؟ نحن من عند هاي النقطة، شايفينها؟ قالنا الشخص اللي قطعنا انه لا تروحوا ساوي مباشرة، لان في وادي وفي مستنقعات، يعني من الممكن انه تضيعوا ويصير معكم مشاكل ويمكن ما تطلعوا. بقى لا تروحوا ساوي، يا روحوا على طرف اليمين يا روحوا على طرف اليسار، تمام؟ هيك حكالنا. طبعا السبب، شو السبب يا جماعة؟ شايفين كيف مثل ما واضح انه النهر داخل من هذا الطرف، شايفينه؟ النهر، مي من النهر لما بيرتفع المنسوب بيدخل مي من النهر من هذا المكان، هيك داخل المي هيك وطالع من هذا المكان، شايفين؟ من هون لهون هذا كله دخلت له مي وطالع منه، يعني احتمال تلاقوا مستنقعات. نحن بعد ما قطعنا رحنا على طرف اليمين، مشينا هيك ومشينا هيك. طبعا المشي هون يا جماعة صعب جدا 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 صعب، تمام؟ يعني بتلاقوا انتو هون غراض كتير لعالم معدية من قبلكن. مشينا هيك وهيك، ووقت وصلنا لهذا المكان هون، لهذا المكان كان في شارع عسكري هون ومسيج بالسياج مشطب، تمام؟ وتوصلنا عن هذا الشارع وما عرفنا كيف بدنا نقطع هالسياج، والصراحة يعني توترنا انه ما بنعرف انه هون في سياج بالاصل، وما حدا حاكينا على السياج ابدا، فاخترنا انه نخيم كم ساعة، ساعتين او ثلاثة، لحتى يطلع الضو ونكمل الطريق. فخيمنا بهاي النقطة هون بين الاشجار، كان على طرفنا النهر وعلى الطرف الثاني شارع عسكري، تمام؟ خيمنا بهاي النقطة يمكن 3 ساعات، تمام؟ وهون نزل علينا شوية مطر، ولما فقنا ضلينا ماشيين باتجاه النهر، يعني قريبين من النهر، تمام يا جماعة؟ نمشي هيك 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 لحد ما وصلنا، أيوة من هون بهاي النقطة يا جماعة، بهاي النقطة دخلنا بالأراضي، هدول أراضي زراعية، تمام؟
دخلنا هيك، دخلنا عن الطرف التاني، شايفين هون في شارع عسكري محل ما لحيطة النقطة، وهذا شارع عسكري. وكان يا جماعة بهذا الوقت يعني ضو، ممكن حدا كان يشوفنا. كانت هون الساعة 11 الصبح. مشينا بهذا الدرب، شايفينه ثواني، نحن كنا هون، قطعنا لهون وقطعنا لهون لهون، ومشينا بهذا الدرب لحد ما وصلنا لهذا الشارع العسكري، شايفينه هون. صارت الرؤية كتير كبيرة وواضحة، بأنه ممكن حدا يشوفنا، يعني نسبة أنه حدا يشوفنا صارت كتير كبيرة. مشينا بهذا الشارع اللي عند هذا التقاطع، وشفنا أنه الأوتوبان، شايفين المسافة، شايفين المسافة من هون لهون، وعندك تقطيعة الأوتوبان بدك تقطعه من تحت الجسر، شايفينه. 1 كيلو و150 متر، شايفينها. وهي كلها العالم رح تشوفك فيها بكل وضوح، الأوتوبان شايفينك فيها وكل العالم شايفينك فيها، تمام. وعشان فرجيكم خلينا نشوف كيف العالم من الأوتوبان رح يشوفونا. ندخل على الصورة، نروح على الطرف اليمين، شايفين الأراضي كلها واضحة وضوح الشمس. طبعا هدول الأشجار يا جماعة ما كان في أي شجرة منهم، يعني لا تفكروا هدول الأشجار ما كان في، مجرد درب شجر واحد من الطول للطول فقط، درب الشجر هذا هو. وينه؟ ثواني، احنا كنا عند التقاطع، هذا هو درب الشجر، شايفينه يا جماعة، هذا هو من هون لهون. وبنص درب الشجر هذا في ساقية مي، ساقية مي عرضها 1 متر، تمام. يعني اذا بتحب تقطعها بتقدر تقطعها. فنحن لما كنا هون وشفنا هذا الوضع، نزلنا لهي المنطقة بين النهر وبين هذا التقاطع، نحن خيمنا بهذا المكان على التمام. هذا هو الفيديو السابق، كان فيه بآخره فيديو ونحن عم نصور بقلب الخيمة ونضحك، كنا بهذا المكان، تمام. ضلينا فيه بهذا المكان، شي نقعد هون وشي نقعد بهذا المكان، تمام. وبعد ما خلصنا صارت الساعة 7 المساء، قبل ما تعتم العين بنصف ساعة طلعنا على التقاطع مرة تانية، ومن التقاطع مشينا باتجاه درب الشجر لهون لهذا المكان، شايفينه. مشينا على درب الشجر، شايفينه، ونمشي باتجاه درب الشجر شوي شوي، شايفين هيك هيك. وهون وصلنا درب شجر تاني، هون في ساقية مي، هي نفسها هي ساقية مي، بتروح باتجاه الطرف اليسار. طبعا تقطيعها كتير سهل، في هون مكان بتشوفوه في شجرة صايرة، يمكن عرض هون الساقية 2 متر، في شجرة صايرة كبيرة بقلب الساقية، بتعدي انت من فوق الشجرة. عدينا هاي ساقية المي ورحنا لهذا الطرف، قعدنا هون زبطنا الأغراض على 24، لأنه في عنا رقدة الأوتوبان، شايفينه يا جماعة، هذا هو النفق، شايفينه، هذا هو النفق اللي من تحت الأوتوبان بيقعدك على الطرف التاني، تمام، شايفينه. هذا النفق مخصص لهاي الكنيسة، هون في كنيسة شايفينها، عشان العالم تروح الكنيسة فقط، تمام. وصلنا لهذا المكان، جهزنا هون بين الأشجار، جهزنا كل أغراضنا على 24، واتجهنا باتجاه الأوتوبان. مشينا لهون،
نزلنا لتحت الأوتوبان بالنفق، عبرنا النفق طبعا، وهون بيجيك شارع، هذا شارع عادي جدا، يعني هذا ما له علاقة بالأوتوبان نهائيا. لا مو هذا الشارع، لا لا مو هذا، هذا يمكن مع الأوتوبان. طلعنا من النفق، قعدنا هون، كان في سيارة عم بتعدي، انبطحنا، راحت السيارة، فورا قطعنا على الجبل وبلشنا هون كله صعود يا جماعة، كله هون صعود، يعني صايرة طلعة طلوع. وهيك عبرنا الأوتوبان، خلينا نشوف النفق إذا كان واضح، إذا كان في شي. هاي هون إذا بنقدر نشوف الأوتوبان ولهذا النفق. هاي هي الكنيسة يا جماعة، شايفينها؟ شايفين الشارع بيعدي هيك من تحت الأوتوبان وبيطلع على الطرف التاني، شايفينه؟ نحن طلعنا طبعا، هذا درب الشجر كله كان شجر قليل جدا، انتو ما راح تشوفوه، تختلف عليكم الرؤية كتير. شايفينه؟ هذا هو النفق، شايفينه؟ عبرنا من تحته. بعد ما طلعنا هذا الجبل كله هيك من هون، طلعنا هيك هيك هيك، طلعنا هيك، وبعدين اتجهنا باتجاه اليسار هون وهون. طبعا هون في كنيسة، لذلك بعدنا عنها واتجهنا بهذا الاتجاه من ورا الكنيسة، هيك وهيك وهيك، يعني عم نلف. تمام، هلا نحن موجودين هون. طبعا يا جماعة هدول الغابات اللي انتو عم تمشوا فيهم والله صعوبة فيهم، يعني ايش قد ما بدي احكي عن الصعوبة، صعوبة كتير كبيرة المشي بهدول الاماكن، وخاصة بنص الليل. نحن مشينا بهدول الأماكن بين الساعة 9 والساعة 11 الليل. تمام، مشينا من هون، هون كان في شارع، مشينا هيك قطعنا هذا الشارع ومشينا هيك ومشينا هيك لحد هون، صارت الساعة 11 بالليل، وهون ضاعت مننا سياخ الخيمة. الخيمة إلى سياخ، تمام، ضاعت مننا سياخ الخيمة، وصلنا لهون. طبعا هذا مرتفع، شايفينه؟ هذا مرتفع، جينا هيك وطلعنا على هذا، صاير جبل مدري مرتفع، الله أعلم كيف جينا هيك وجينا لهذا المكان يا جماعة. شايفين انتو بتشوفوا هون ما في تلة نهائيا ولا اي في شي. وين هاي الكنيسة هون؟ هاي الكنيسة، كانت هاي الكنيسة مقابلنا طول الليل، شايفينها؟ نحن هون وهاي الكنيسة، نحن هون وهاي الكنيسة، هاي كنيسة صغيرة صايرة على على جبل، يعني فوق الجبل. نحن وصلنا لهذا المكان الساعة 11:30 بالليل، وكان عنا من هون ننزل نزول لعند هون هاد الشارع، شايفينه؟ الشارع الترابي واضح عليكم، ونرجع نطلع على هدول الجبال، شايفينهم؟ طبعا هون مو واضح عليكم، خلينا نحط 3D حتى يكون واضح عليكم. شايفين هدول الجبال؟ شايفين شلون هون صاير مثل وادي بالنص، شايفين كيف؟ بقى لذلك بعد ما وصلنا لهذا المكان وقعدنا فيه لمدة نصف ساعة، وصاروا يحكوا الشباب اللي معي أقربائي،
منظر هدول الجبلين يا جماعة والله، ورغم انه هنن هدول الجبال يعني بنعرف في وراهن جبال كتير اعلى واصعب، ويعني مثل ما بقولوا فتلت فينا الدنيا، صرنا نشوف يعني نتوهم وكذا انه كيف بدنا نكمل هذا الطريق. تمام، هلا هون انا راح وقف الخريطة واحكي وانا عم صور حالي. تمام، نحن هلا حاليا بهذا المكان، نحن هون قررنا نسلم حالنا. تمام، طبعا يا جماعة شفتوا كيف شرحت لكم الخريطة بشكل كامل، كيف مشينا ومن وين مشينا، مثل ما صار معنا بالضبط. بعد ما وصلنا لعند هي التلة او جبل، ما بعرف كيف، اكيد هو جبل والله، جينا نحن اول ما وصلنا له يعني جربنا ننزل منه، ولكن النزول منه خطير كتير كتير، يعني كان خطر، كنا راح نوقع يعني من هالجبل. فرجعنا طلعنا على الجبل وقعدنا صرنا نحكي، وبعد ما حكينا وشفنا الجبال قررنا بعد ما تشاورنا وشفنا وشو وحكينا، قررنا بأنه خلاص ما نكمل، لأن نحن لساتنا بأول الطريق، يعني يا بدنا نكمل الطريق. طبعا أنا بعد ما وصلت لهي المنطقة فتحت الخريطة وكبرتها وشفت وين وصلنا وش قد بدنا نوصل، أنا كان يعني كان بدي نقطع من منطقة سوفلي. من منطقة سوفلي بيصير المشي عليك كتير قريب، يعني في هلا نحن محل ما النقطة اللي قطعنا منها شفتوها، لمنطقة سوفلي في 3 أيام مشي، يومين أو 3 أيام مشي، يومين تمام أو 3 أيام ما بعرف. فهدول ال3 أيام انضافوا علينا للأيام اللي راح نمشيها، يعني إذا بدنا نمشي مثلا لكومنتيني صار بدنا تقريبا 10 أيام أو أكتر. فلذلك شفنا إنه الوضع ما بيتحمل إنه نمشي كل هالأيام، وما بدنا نخاطر بحياتنا، لأنه شفنا شي بالغابات والله يا جماعة وضع سيء جدا جدا. إذا أنت بدك تمشي بالليل فالدرب اللي ماشيين عليه العالم اللي قبلك ما راح تشوفه، راح تخربط كتير. تمام، إذا مشيت بالنهار فاحتمال حدا يشوفك كتير كبير، احتمال حدا يشوفك. تمام، وبالنسبة للحيوانات نحن ما شفنا لا كلاب ولا خنازير ولا أي حيوان. تمام، بعد ما وصلنا لهي التلة صارت الساعة 12، خلاص أخذنا القرار إنه ما بدنا نكفي، خلاص يعني بدنا نرجع نسلم على أنفسنا ونغير كله على بعض الطريق مثل ما قلت لكم. فجينا بدنا ننزل منه محل ما جينا من الطرف الثاني، كمان صرنا نخربط ومن وين بدنا ننزل كان يعني عن جد مرتفع يعني صاير هو. فخلص قلنا بما انه ليل نحن خلينا نسهر للصبح، والصبح لكل حادث حديث، يعني بنروح نسلم حالنا. يا جماعة بهاي النقطة والله العظيم اقسم بالله شغلنا اضوية، شغلنا اغاني، شغلنا نار، صرنا نرقص، ولا حدا اجل عنا ولا كأنه نحن موجودين. يعني قلنا ممكن بركي يعني بنعمل هالشغلات بيجوا لعنا البوليس بياخدونا، بس ولكن ما حدا اجل عنا. وطول الليل من الساعة 12 للساعة 7 الصبح عالم تنام وعالم تسهر وكل هذا، وما حدا اجل عنا ابدا. تمام، ان شاء الله بالفيديو التاني يعني الفيديو اللي بعده بنهي لكم القصة ان شاء الله ان شاء الله. تمام، بس هيك، والسلام عليكم.